صباح الخير دانا، وشكرا لضيفتك اللي كانت موجودة معنا اليوم وعطتنا تفاصيل عن الأفلام اللي رح يتم عرضها بهذه المناسبة وبهذا الفعالية. إذا من عالم الأفلام مثل ما حكت دانا رح نروح لأخبار الرياضة، وخلينا نبلش سميحة بالفيديو اللي كل حدا شافه، وإحنا شفنا من اللحظات القلائل شفنا كريستيانو وميسي قاعدين جنب بعض. إيش كان قبل هذا؟ أنا بدي أسألك كيف أنتي والرياضة، بما إنه هيك كل حدا أول ما بلشنا بالفقرة مش كتير كان بحب ألعب رياضة، بس ما بحب أحضر الرياضة. أوكي صراحة يعني. يعني تمارين وديته هيك، مش كرة قدم وفاكس وهيك. أبدا. طيب نرجع لكريستيانو رونالدو وميسي، مين أنت بتفضلي فيهم؟ كل واحد له صفات حلوة. ما بنكر انه بالفترة الأخيرة لأنه ميسي مع برشلونة فكان أداء برشلونة ببعض اللحظات أقوى، ولكن كشخصية بفضل كريستيانو. أنغش أنغش. أيوة. خف دم. طبعا كريستيانو رونالدو وميسي كانوا موجودين بحفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، لأنه هم كانوا من المرشحين للفوز بهاي الجائزة، بس ولو يعني كريستيانو ما فاز فيها. فالحوار اللي صار بينهم بعد توزيع الجوائز هو اللي لفت انتباه الناس، وهو اللي أكتر إشي حكوا الناس عنه. فإذا ممكن خلينا نشوف الفيديو عشان نشوف إيش الحوار اللي صار. Yes. For a while. So while you're both here, we noticed you've been talking a lot. Do you miss him? ¿Te extraña o no? Es la pregunta. ¿Para él o para mí? No, tú a él. Ah, quieres los dos. Sí. Okay. El que conteste primero. Sí, yo se lo dije en su momento, era lindo lloré tenerlo. Lloré mucho por Cristiano. Era una rivalidad linda, sobre todo porque estaba en el Madrid también y bueno, ahora está en un gran equipo también y lo vemos de España. No, es español. No, English. I think yeah. I was curious because we shared this stage 15 years, yeah. Me and him. I don't know if it's ever happened in football, the same two guys in the same stage all the time. Yeah. So it's not easy, no. as you know. And of course, we have a good relationship. We not had a dinner together yet. But really? I hope in the future. You're in Monaco tonight. Come. That is nice. يعني هايهم صحاب حلوين وخف الدم لذيذة. إنه خلص ما قلتي أكبر منافسة في العالم كانت كريستيانو رونالدو وميسي، صح؟ يعني هي اللي كانت معطية. يعني دايما كنا نحكي إنه منحس بالرياضة صارت الكونسبت إنه نشجع لاعب أكثر ما منشجع نادي. مزبوط. لأنه حتى لما كريستيانو رونالدو طلع وراح على يوفنتوس، ثلاث أرباع الناس صارت تشجع يوفنتوس عشان كريستيانو مش عشان الفريق. 100% هو يعني كتير مبهر صراحة، هو بهذا العمر ولساته أقوى بكتير. صح. من شباب كتير أصغر. مزبوط. بالعمر. طب خلينا نروح نحكي عن شعار المونديال اللي أطلقته قطر خلال الأيام الماضية. هو شعار قطر عملوه بطريقة كتير لذيذة، إنه كيف أطلقوه بمجموعة من المدن العربية وكمان الأوروبية. كانت الأردن، وكانت إطلاق الشعار كتير حلو. ليش؟ لأنه كان على معالم بكل بلد. فعنا كانت بالأردن على واجهة فندق التم الهاد، بقطر كانت كمان موجودة، بلبنان كانت على الروشة عملوها على الصخرة أطلقوا هذا الشعار، بالمغرب، بتونس، وكتير دول تانية طلع فيها الشعار عليها. الحلو بالشعار يمكن إذا بنطلع عليه فيه كتير تفاصيل، إنه مش عاملينه بطريقة عادية، وفي إله هم بدهم يعكسوا من خلال هذا الشعار إنه كأس العالم هي المنصة اللي رح تجمع الثقافات مع بعض، ثقافات العالم بمختلفها بدهم يجمعوها مع بعض. صح. شكله للشعار بيجي على رقم 8. 8 اللي هو عدد الملاعب اللي رح يصير فيها، تصير عليها المباريات بقطر. الانفينيتي ساين كمان هي إنه الأثر اللي ما له نهاية رح يضله لهذا الحدث، وكمان عاملينه زي التموجات اللي هم قصدهم الرمل اللي هي طبيعة البلد اللي هي قطر. وكتير في شغلات تانية، الشال كمان هم كانوا بقصدوا منه انه هي ثقافة الخليج، كتير بلبسوا الشال. صحيح. وبلفوه بهاي الطريقة. وبرضه شفت من الزخارف اللي موجودة عليها والخط اللي كانوا عم بيستخدموه. يعني كلها تفاصيل لها علاقة بالمجتمع والثقافة العربية. مزبوط. وتحديدا القطرية، خصوصا انه قطر هي اول دولة عربية بدها تستضيف كأس العالم. يعني احنا بنحكي عن كأس العالم، حدث تاريخي. طيب سميحة بدك تروحي تغطي لنا كأس العالم؟ ان شاء الله يا رب. تاخذيني معك؟ طيب زي ما غطينا كأس العالم.
نتعلم احنا الماضي انه احنا كان في زميلنا حمايده كان موجود بروسيا وغطلنا كاس العالم، كانت صح. كثير تغطيه حلوه بتذكر. طيب خلينا نروح نحكي عن وفاة سائقة أمريكية أثناء محاولتها لتحطيم رقم قياسي. إنه كيف الواحد طموحه ممكن وين يوصله، ممكن يخليه ينجح، ممكن يكمل بالحياة ويترك أثر، وممكن كمان للأسف إنه يترك أثر بهاي الطريقة. هاي السائقة الأمريكية عمرها 39 سنة، مش صغيرة، وعم بتحاول من 2012 إنها بدها تحطم الرقم القياسي كأسرع أنثى. ما بدنا نحكي لأنه الرجال إلهم بهاي الرياضة طبعاً. عملت سيارة قبل ما تفوت كتبت عندها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يمكن الناس تعتبرني مجنونة بس إنه أنا هذا حلمي وأنا بدي أحققه شو ما صار. عملت هاي السيارة، يعني هي صاروخ بنقدر نحكي مش سيارة، هي مذيعة وسائقة وحاولت الرقم القياسي كأسرع سائقة تسجل بال 1976. من وقتها لليوم ولا بنت حطمت الرقم القياسي، أظن كان 500 وإشي ميل في الساعة. فهي كانت عم بتحاول إنها بدها تحطم هذا الرقم القياسي وتفجرت سيارتها للأسف. طيب آخر أخبارنا معنا لليوم، آخر أخبارنا طريف ما بدنا نحكي عنه عشان إحنا ممكن نحط بهذا الموقف، خلينا نشوف الفيديو. يلا نشوف. Кристиан Бистрович, я сейчас прямо стану мокрым, потому что поле начинает поливать, поэтому буду говорить максимально быстро, Илья Помазун, и я становлюсь еще мокрее и мокрее. Ну и продолжаю свой... Красота! Ну вот, все равно продолжаю свой эфир. В общем, сложно будет ЦСКА усилить как-то игру по ходу этого матча, и становлюсь я еще мокрее и мокрее. Но все равно продолжаю говорить, у Ахмата тоже все очень... Алисрар. الإصرار والعزيمة غصبا عن العالم، مي مش مي، مرشوش مش مرشوش، بده يكمل. حرام. إيش أكتر موقف محرج حطيتي فيه على الهواء؟ على الهواء؟ إنه صار فيكي مثلا فيلم أو إشي. لهلأ الصراحة الحمد لله ما صار إشي يكون محرج، بس دايما بخاف إنه أتكرفت على الهواء. هاي عندي أنا تكرفتت مرة. لا. زمان 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 أيام ما كان إكسترا تايم الساعة 11 بالليل وكنا الاستوديو هيك نفوت عليه، إنه أنا ما أفوت قاعدة، لا بدي أمشي وأروح أقعد ولابسة كعب ومبسوطة على حالي وزحلت. ماشي هيك اندم بقول ماله الفلات ممتاز، ماله الفلات احسن حل. سميحه شكرا على اخبارك الحلوه، شكرا لك، رح نلتقي فيك الاسبوع الجاي ان شاء الله.